مية مية عشرة لعشرة. حاجة جميلة يعني، حاجة تشرف أي حد. بتكلم فيها في البلاد. لو كل واحد يحافظ على بلده كده كل الناس هتبقى جميله وبلدنا هتبقى حلوه. لما انا ابدا بي اف سي، لما حضرتك تبدا وحضر بيبدا الدنيا هتتغير. هتبقى احلى قريه ليكم، مشاركتكم الناس دي كلها كانت عايزه حاجه تحررها، فجتنا احنا طلعنا فهم اتحرروا. انا غرت منهم فجبت بنتي ضميتهم لي. بنت الشلبيه عيونها لوزيه، حبك من قلبي يا قلبي انت عيناي. حبك من قلبي يا قلبي انت عيناي. مشروع النت الغالية الممول من هيئة كوبتك أورفانس. المشروع كان لمحاولة غرس قيم ومفاهيم يفتقدها المجتمع المصري. كنتش يعني أعرف يعني إيه أنا أهل بلدي أو إزاي أنا يفضل لي دور في المجتمع. فلما جيت هنا المشروع وجيت نفسي أنا كده طالما أنا اشتغلت في المشروع وبفيد الأخوات الصغيرات، لقيت أنا نفسي برتقي في المجتمع كده. أنا نيرمين رياض، اتولدت في مصر ولكن سافرت وانا صغيره قوي، ولما جات لي الفرصه ان انا ارجع مصر تاني شفت قد ايه التحديات اللي قدام الاطفال والبنات تحديدا، وحسيت برغبه قويه ان انا اعمل حاجه لربنا زي ما ربنا اداني. ايمانا من هيئه كوبتك اورفانز باهميه دور المراه الواعيه المتعلمه في النهوض بالمجتمع، جاءت فكره مشروع ابنتي الغاليه. يقوم المشروع على مشاركة الأخت الكبرى وهي فتاة في مرحلة التعليم الجامعي مع الأخت الصغرى وهي فتاة في مرحلة التعليم الابتدائي في المشاركة في العديد من الأنشطة التي تحسن من المستوى التعليمي للأخت الصغرى وتساعدها على الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة. احنا الصغيرين برضو كان كل واحدة فيها يعني حاجة أختها الكبرى قوتها فيها وخلتها تبقى أحسن وأحسن. ويستخدم مشروع ابنتي الغالية لتحقيق أهدافه مجموعة من الأنشطة الأساسية لذلك: الأنشطة الجماعية مثل ألعاب تعليمية تنشيطية، رحلات ومعسكرات، احتفالات عامة، احتفالات بأعياد الميلاد وأيام رياضية. حيث يتيح للأخت الصغيرة أن يكون لها مرافقة تستمع لها وتساندها، تعطيها من الحب والتفهم الواعي ما يساعدها في تكوين شخصيتها. بنات ابنتي الغالية هم مثال حي لده، عندهم مثابرة وقوة ملهمين لينا كلنا. أنا شفت ده بعيني لما شفت كرة في أسيوط وفينا، شفت فيهم المتانة النفسية اللي تخليهم عندهم إصرار وقدرة على تحدي الظروف الصعبة. أنا عن نفسي أتكلم شوية عن نفسي. في الأول ما كنتش عارف إيه المشروع، لا أعرف عنه أي حاجة خالص. أول ما جاء سبب إني أحتمل أصلا ما كنتش نشارك نهائيا، مش أتكلم خالص أساسا. كناش بنشارك في حاجة. بس كل ما في الحكاية إن إحنا عايزين نبدأ، فبقول خلاص يعني كده غروب ونشوف مش هنخسر حاجة. في الاول ما كنتش مبسوطه يعني ما كنتش عارفه اي حاجه. بس خدنا تدريبات بالذات تدريب الغردقه، ده كان تدريب كان نقطه تحول بالنسبه لي. بعد ما جيت من الغردقه قمت اشارك كتير هنا مع العيال، اتعلمت في حياتي ما كنتش متخيله اني ممكن اتعلمها في حياتي. اتعلمت منها حاجات كتير، اتعلمت الجراءه شويه ولو اني مش قوي لسه بخاف. دلوقتي يعني انا مش متوقع نفسي ان انا واقفه قدام كاميرا وقدام العدد ده كله، وبقيت انسانه ثانيه بصراحه يعني. هسيبكم دلوقتي تستمتعوا ببناتكم وتشوفوا مبادرتهم الرائعة لخدمة مجتمعهم. في البداية كانت التعليم قلنا عايزين نختار فئة اللي هم الضعاف من 10 سنين أو 8 سنين لحد 12 سنة. أنا كان أهم حاجة عندي في البداية كان التحسين بصراحة، يعني ما كنتش ضمن إن هي هتبقى تفوق. عملنا جدول، نفذنا مبادرة صح من البداية، خططنا صح للمبادرة، جبنا فريق من المدربين، مدرب القرائية، احنا اتدربنا وبعدين خدنا حرف حرفه بالراحة، وقلنا ما تخافوش مننا يعني تعاملوا معنا يعني كأننا اخواتكم، وبيجوا ما يخافوش وبيكتبوا. في البداية كنت فاكرة ان انا هحسن، لكن دلوقتي انا مش لاقية نجاح، انا لاقية تفوق معاهم.
الو الو احنا هنا ونجحنا اهو في المدرسة، بارك لنا وهات لنا وياك هدية كويسة. الو 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 احنا هنا. احنا ام زي جميع الامهات اللي قدامي، احنا كنا عارفين الطفولة بس ما نعرفش الطفولة، لا طفولة مبكرة ولا طفولة متوسطة ولا طفولة المراهقة. كنا عارفين عيالنا تربية وبعدين يطلعوا الجواز، كناش نعرف الترتيبات اللي انتوا فهمتوها لنا دي. حتى فعلا ان انا عملت حاجة خصوصا سنة المبادرات، اني لما بلاقي اروح البيت والاقي الستات مستنيني في البلكونة عشان يعرفوا النهارده في جلسة ولا لا. الست اللي بتقول لي انا مش هخبز النهارده عشان اروح الجلسة، والستات اللي بنروح عشان نبلغهم في بيوتهم ونلاقيهم بتذاكر عشان تعرف تربي الابن كويس. كان من ضمن الشغل بتاعنا برضو ان احنا حولنا 2 مقلب زباله من زباله لشوارع خضراء او لركن اخضر، ان احنا زرعنا الشجر. كنا نساعد بعضينا والناس جت تساعدني. الاول كانت تضحك علينا، بعدين لما شافت اللي احنا بنعملوه ساعدتنا اكتر. وقت مبادره تساعدني في السريح، المبادرة دي كانت فكرتها في التدريب، وصراحة احنا أيدناها جامد لأن احنا برضو بنشوف أهالينا وصحابنا والطلبة في المدارس بيستنوا على الطريق عشان خاطر يركبوا العربية. حاولنا نشوف وننزل ونعرف ونشوف الأماكن اللي ممكن تتعمل فيها التندة، شفنا المكان وحددناه واتفقنا مع العمال، فالفكرة جت لنا والحمد لله استطعنا ان احنا ننفذها. جاتنا من ان احنا عايزين ننهض بالبلد شويه، نعمل شكل جمالي مع رساله تنفع وتبقى رساله للناس. الاول حددنا الاماكن اللي احنا هنشتغل عليها، واللي هي اخترنا الاماكن الحيويه اللي هي كل الناس بتبقى فيها. كمان احنا يعني تحدينا العوائق اللي كانت بتواجهنا في ان احنا يعني البلد ان البنت ما يبقاش ليها كيان او تنزل، لا بالعكس احنا نزلنا واثبتنا نفسنا، وفي ناس كتير شجعتنا ووقفت معانا. الشارع لمين؟ الشارع لنا، الشارع لنا احنا لوحدنا، الشارع لنا احنا لوحدنا. اعملي وبفلوسك اللي هتحوشيها لمدة سنة وحطها في اختبار سنة واحدة، ولا اشتغلي بفلوس السنة دي انا مش عايز منيحها، وفلوس السنة دي جهزي بها نفسك، ساعتها هي فلوس دي هتوجهها هتجيب الضروري بس. انا من فريق مبادرة نعم للزواج الميسر، وهدفنا من المبادرة بتاعتنا ان احنا نقلل تكاليف الزواج ونقنع كل بنت من هنجيب الحاجات الضرورية بس ما تزودش فيها يعني، ونقنع كل شاب كمان بان هو يهتم بس بالحاجات الضرورية بتاعت الفرح مش أكتر ولا أقل. مبادرتنا اسمها صحتك تهمنا، فروحنا المستشفى هناك وكده، فلقينا طبعا في نقص كانت كتير في بعض الخدمات الصحية، منها ان احنا لقينا بعض الستات الحوامل طبعا بيواجهوا صعوبات ان هم مش لاقيين مقاعد يقعدوا عليها وكده. قلنا ان احنا نوفر كراسي المستشفى عشان الستات الحوامل اللي بيقعدوا في الارض وكمان الستات الكبار. احنا اول مبادرة كلنا فكرنا فيها كانت المحطة عشان كلنا بنعاني منها. المحطة من ساعة ما انشئت اسبوع بالظبط، المحطة دي بقت عبارة عن مكان خراب، اتكسرت كل اللي فيها، المقاعد اللي فيها اتسرقت. احنا جينا من مؤتمر الغردقه يوم 17، يوم 18 على طول رحنا لسياده النائب، ما يعني ما استناش لحظه. بدانا بنظافه المحطه اول حاجه، وبعد ما خلصنا نظافه المحطه بدانا بالبنى، بنى المقاعد. بنينا 18 مقعد، 9 على رصيف جنا و9 على رصيف لوكفور. الحمد لله بمبادرتنا قدرنا نرجع المحطه تاني، قدرنا ننور المحطه. المحطه يعني قعدت حوالي اكتر من 20 سنه مظلمه، الحمد لله الحمد لله احنا قدرنا ننورها ونرجعها مكان تاني. نسيب بصمه برضو ان احنا عملنا حاجه كويسه والمشروع خلاص هينتهي، احنا زعلانين بس فرحانين ان احنا سيبنا بصمه في المكان اللي احنا كنا شغالين فيه. افرحوا بيهم وشجعوهم
وصدقوا ان برعايتنا ليهم ومجهودهم وحماسهم بلدنا هتكون احسن واحسن. يا صبايانا، لو كنتن تدرين كم قوة تبثها فينا ابتسامتكن وقولكن لنا تهون يا ابن عم، لو تدرين كم عدوا تهزم حين تفتحن لنا ملاجئ بين كفوفكن وكم جريحا تشفين، وأنتن كالنوارس تبشرننا بالأرض والبحر يرمينا يمينا وشمالا، وربما عطش الإنسان للأرض عطشه للماء.